رجعنا بعد الفاصل، واحنا بنرحب بأبونا كميل، هو أستاذ العهد القديم في الكليريكية الكاثوليكية، مظبوط التعريف ده؟ أهلا بيك. أهلا. نتكلم عن الوحي، احنا اتكلمنا عنه من ناحية النظرية والنظريات قبل كده، عايزين نعرف ايه تأثير الوحي. لما نقول ان الوحي لفظا ومعنى، او الوحي حرفيا، فلما نتكلم عن كده دي تبقى رؤيتنا عن الكتاب المقدس. ايه تأثير ده في الحياة السياسية والاجتماعية والحياة اليومية للإنسان المؤمن المسيحي؟ ابتدي بحضرتك. على مشامه. تأويل اي نص هو اللي بيحدد الرؤية. لو انا بعتبر انه ده حرف هيكون لي تأويل مختلف. روح تعبير مختلف. حرف روح تعبير مختلف. في الواقع الوحي هو نتيجة نشاط مشترك بين الإنسان والله. وفي رأيي تعريف الوحي هو تأثير خاص من الله على قوى إنسان ليعلن من خلاله حقيقة يريد أن تصل للبشر. الروح من الله، طريقة التعبير بتاعت الإنسان حسب ثقافته. في ناس مثقفة جدا زي إشاعية، وفي راعي البقر وواخذ الجميس عاموس، وكل واحد منهم وصل الرسالة. لو أنا ببص لنص الكتاب المقدس على أنه هذه الرسالة رسالة من الله، صيغة بلغة البشر عشان البشر يقدروا يفهموها، هيحدد مواقفي سياسيا واجتماعيا وإنسانيا. ادينا نموذج كده مثلا، يعني ناخد نص من النصوص اللي بيدور حولها جدال، اللي بيسميها نصوص العنف. لو بصيت للنص واعتبرته حرفي، لا، مواقف السياسية والاجتماعية تكون كلها عنف. لو بصيت له في السياق بتاعه، وعلى فكرة كل النصوص اللي فيها عنف، فيها قتل في العهد القديم، ليست وصايا، هي وصف أحداث تمت في الماضي وتحذير من العودة إليها. فلما أبص له من الزاوية دي، إنه عاوز يعلمني لا تخالط الأوثان لأنه نتائجها وخيمة، فهمت الرسالة. لو بصيت لها حرفيا، لا، يعني أنا بتصرف ضد هدف وروح الرسالة. بس الله قال على هذا العنف، يعني أوحى بهذا العنف ليشوع، قال له مثلا حرم أريحة أو حاجة زي كده. احنا عايزين هنتكلم في الجزء ده في الناحية السياسية دلوقتي، ايه تأثير ده على فكرنا السياسي؟ يعني او نفسر ده ازاي؟ يعني هي نقطة الانطلاق هو مفهومنا عن الكتاب المقدس والنص اللي ما بين ايدينا كمفهوم وحي، وبيبنى عليه طريقة التفسير للنص. ايوه، ده فطريقة التفسير نفسها مختلفة. فانا لو انا داخل على هذا النص على اعتبار انه ده وصية، وبالتالي انا المفروض ان انا اعيد تطبيقها مرة تانية، هيكون عندي مفهوم ان انا انسان عنيف، وهتوجه دايما لإبادة الدماء وإراقة الدماء، واصبح انسان داعشي في حياتي. لكن لو انا شايف ان النص دون اقدر ان انا اوله زي ما قال ابونا كميل، او اقدر افكر فيه او اعيد التفكير مره تانية فيه، فهقدر افهم انه هو بيحكي عن احداث ورؤى اشخاص من جانب، وبيحكي على في بعض الاحيان نوع من انواع تطبيق العنف. انا عاوز افرق ما بين نوعين من انواع العنف في العهد القديم. في نوع من انواع العنف كان جزء منه ممكن يكون شويه بنشوف انه الله او المجموعه بتقف في ظهر ناس مهمشين او مطحونين او مقهورين،
في نوع من انواع من العنف هو عنف استيطاني محتاج انه يتوقف يعني يتنبذ اساسا في حد ذاته. النوع الاولاني هو انه انا شايف شعب فقير ايا كان هذا الشعب، بشوف الله واقف مع هذا الفقير بيدافع عنه وبيقول انه لو انتم ما اخدتوش بالكم من هذا الفقير او هذا المهمش او هذا المقهور او هذه الأرملة او هذا الانسان المظلوم الواقع عليه ظلم، فالله هنا بيقول انا هدير التاريخ من خلال ان انا ارفع الظلم عن هذا الشخص، وانه مش إبادة بقدر ما انه تطبيق عدالة في الوقت ده. ده جانب. لكن الجانب الثاني يعني كان مفهوم للعدالة، كان مفهوم للعدالة في جانب وقتها. في وجه او في احداث نقدر نقول عليها انه ده تطبيق ده. على سبيل المثال كان عموس كان بينادي بتطبيق العدالة على الناس الظالمة في المجتمع بتاعه، اللي بتقهر الفقراء، بتقهر المهمشين، اللي بتقهر الناس اللي حواليهم، وبينادي بتطبيق العدالة الاجتماعية، وبيقول ان احنا محتاجين نطبق العدالة الاجتماعية. في اللحظة دي هو مش بيقول اننا نقيم دولة عنف، لكن بنقول نقيم دولة عدالة. ودولة العدالة هنا انه الانسان اللي بيقهر المظلوم يحتاج انه يرفع هذا القهر عن المظلوم بشكل او باخر بتطبيق عدالة بهذا الشكل. لكن في جنب تاني هو الحروب اللي فيها نوع من انواع الاستيطان لارض فلسطين او ما شابه ذلك، ده مختلف. ده محتاج انه يتفهم ان دي حركات استيطانيه قبليه في الوقت دون، وتحرك قبائل في اماكن المنطقه ديت، منطقه فلسطين، وازاي انه تحرك القبائل دي كانت تتصارع، وكان كل اله بيقول انه الهي قال لي ان انا ابيد القبيله اللي جنبي او اغزو القبيله اللي جنبي او الكلام ده كله. فالكتاب المقدس بيرصد كلام الناس بدون تغيير فيه. فبيقول انه ده الناس بتنادي بانه احنا نغزو، او الله بيدعونا ان احنا نغزو او نقهر او نبيد او نحرم. واعتقد انه ده بعيد عن الله، بس الكتاب المقدس كجزء من التوثيق للاحداث، وانه الله بيتكلم من خلال كل شيء في الكتاب المقدس، وانه كلام البشر بيصاغ فيه في داخله، فبالتالي مش محتاج انه يغيره. لكن التغيير هو ازاي نقرا النص ده. محتاجين نقراه بعين مختلفه، بعين انه الله لم يامر بهذا، الشعب اعتقد بهذا الشكل، بدا يعمل نوع من انواع التحريك القبائلي اللي موجود في الوقت ده بهذا الشكل. الامر ده مرفوض. يعني ده مش ربنا اللي قال، مش ربنا ابدا، لكن هو الانسان فهم، الانسان فهم ان ده كلام ربنا، ان دي وصيه ربنا او ده كلام ربنا. كتير قوي من الاوقات بنفهم انه ربنا بيقول لنا حاجه وهو ربنا ما عملهاش او ما قالهاش. يعني ان احنا ساعات بنعتقد، بعض الناس تعتقد انه انا عليا ربنا دعاني ان انا اروح اقتل الجار اللي جنبي، او ان انا اروح ابيد فلان لانه عمل حاجه غلط. بعض الناس محاكم التفتيش في القرون الوسطى على سبيل المثال. يعني لو احنا طلعنا برا الكتاب المقدس في احداثنا وطلعنا عن حاجه ممكن تكون محايده، احنا بنبص انه محاكم التفتيش في وقت معينه كانت فكرتها مبنيه على اقامه القيم والافكار اللي زي كده، لكن تحولت من ان هي بتحاول تقود الناس للقيم الى اصبحت انها مذابح للناس اللي بيفكروا او اللي بيختلفوا او اللي بيعترضوا. دي نقطة مهمة. أنا أحب الأسيس إيميل يقول لنا رأيه فيها. هل فعلا الله قال ولا هم فهموا؟ وإيه المسافة بين ما يقوله الله وما يفهمه الإنسان؟ أنا حقيقة عايز أنطلق من الآية المشهورة اللي بنأسس عليها كلامنا، اللي هي جات في تيموثاوس الثانية أصحاح 3 وآية 16. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم وللتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر. كلمة موحى يعني طبعا فسرتوها لغويا في الحلقة السابقة، اللي هي سيو بنستوس، ومعناها كلمتين هي ثيو الله ونوما اللي هو الروح، أنفاس الله أو أنفاس. الحقيقة تنفع تترجم أنفاس أو ريح أو تترجم روح. والحقيقة كلمة موحى هنا إيه علاقتها بالنظريات الحديثة اللي إحنا بنحاول نفهم بيها الوحي؟ يعني إحنا عندنا نظريات، حوالي 5 نظريات، ما بين الإملائي اللفظي للجزئي للخمس نظريات المعروفين عن الوحي. الحقيقة أنا شايف إنه كلمة موحى من الله
ملهاش علاقة بالخمس نظريات اللي الناس بتطرحهم حاليا عن الوحي. والخمس نظريات دول ما كانوش في فكر الكاتب اللي كتب الآية دي، انه الكتاب موحى. لكن كلمة موحى ببساطة معناها انه الكتاب، هذا الكتاب مصدره الله. فكلمة موحى مش بتتكلم عن او بتشرح آلية حصولنا على الوحي باللفظ ولا بالحرف ولا املاء ولا تنزيل، مش بتتكلم عن آلية حصولنا على الوحي بقدر ما هي بتتكلم عن من هو مصدر الوحي. فاحنا خدناها في حتة وطبقنا عليها النظريات الحديثة، لكن الحقيقة كلمة موحى ببساطة معناها انه الله هو مصدر هذا الكتاب. وده اللي قاله واكد عليه الرسول بطرس ايضا في الآية الشهيرة: لم تأتي نبوة قط بمشيئة انسان، بل تكلم اناس الله القديسون مسوقين من روح القدس. فكلمة موحى لا يجب ان احنا نفسرها بأي من النظريات اللاهوتية اللي احنا بنتكلم بيها، لكن ناخد النص ببساطته. والنص ببساطته بيقول لنا انه الكتاب ده مش بشري بحت، لكن الله عامل في هذا الكتاب، الله هو مصدر هذا الكتاب، لم يأتي بمشيئة البشر فقط. طب دستور الكنيسة بيتكلم عن ان الكتاب المقدس موحى به لفظا ومعنى، الكنيسة الانجليزية المفروض كنا جبنا دستور الكنيسة الكاثوليكية. أنا دستور الكنيسة الكاثوليكية دستور حي معانا. فأنا عايزكم تفسروا لي هذا الجزء ده، يعني إيه رأيكم في الدستور لما بيقول إنه الكتاب المقدس موحى به لفظا ومعنى، وبرضه في مادة تانية بيقول للإيمان والأعمال، إنه هو معصوم، كلمة معصوم لما بيتكلم عن انه معصوم بيقول معصوم للإيمان والأعمال. عايزين في الاثنين دول نقول ازاي نفسر للناس فكرة ان الكتاب المقدس معصوم، وانت بتقول ان الناس فهمت كده وربنا ما قالش بشكل مباشر الكلام ده. طيب ازاي الكتاب المقدس معصوم وفي الحاجات دي، او في الفرق بين ما قاله الله وما فهمه الإنسان؟ انا عاوز يعني الاول اقول الدستور بتاع الكاثوليك بيقول ايه في النقطه دي، في الوحي والعصمه. إيه اذا كنت فاكر يعني ما عندناش دستور، ما فيش دستور لهذا الامر. عندنا تعليم الكنيسه اللي التعريف اللي انا قلته، تاثير خاص من الله قوة انسان لاعلان حقيقه يريد ان تصل هذه الحقيقة للبشر. تأثير خاص وسيبها كده. تأثير خاص بطريقة أو بأخرى. بس تأثير خاص بيدخل في كل أنشطة الكاتب المقدس. من جمع معلومات. زي لوقا مثلا. خلينا في العهد القديم. أو في العهد. أوكي. يعني جمع معلومات. ناس بتتخض قوي لما نقول الطوفان كما هو مذكور في كتاب التكوين له نص يوازيه في النصوص الأكادية البابلية السومرية. مظبوط. ده يدخل في باب جمع المعلومات. الكاتب المقدس بتأثير من الله أخذ هذه المعلومة، وبتأثير خاص من الله فكك هذه المعلومة، وبتأثير خاص من الله أعاد تركيب هذه المعلومة بما يتفق وإيمانه الموحد المطلق بالله. أوكي. طيب احنا معنا مكالمة تليفونية من الدكتور جورج ماكين، هو المدير، الأستاذ جورج ماكين مدير سات سيفن، مدير برامج سات سيفن. أهلا حضرتك، أهلا بيك وبالضيوف، أنا سعيد أن أتكلم مع حضرتك. أهلا بيك. ومش عايز أقطع الأسئلة والخط الفكري اللي أنتم ماشيين فيه، بس كان عندي زي ملحوظتين كنت احب ان اسمع تعليق حضرتك وتعليق الضيوف عليهم. اتفضل. اول حاجه كنت بفكر في الجدل اللي اثرته الحلقه الاولى، والجدل اللي جيت عموما اللي منتشر في الشارع كان زي ما حضرتك وصفت. حاجه من الحاجات اللي بفكر فيها هي السرعه اللي بيطرح بيها الناس استنتاجات التحليلات بالنسبه للناس اللي بتفكر، يعني او الاختلاف عموما، يعني بتسمع مثلا انه
اكيد الشخص ده هو بيفكر بيطرح الاسئله ديت او بيحلل التحليل دهوت لانه على طول بننطلق لحاجات بعيده لانه ملحد او دول مش عايزين الكتاب المقدس لانهم عايزين انحلال اخلاقي. انا حاسس انه ده نوع من القصد للاستنتاجات والاحكام المطبقه يمكن بيرعب الناس اللي بتفكر ويمكن بيخلينا كمان نبان اكننا في نوع من السلفيه اللي احنا بننقدها وبننتقدها لما بتحصل في الطرف الاخر. يعني احنا بنتعاطف جدا مع مفكرين ومع باحثين لما بيحاولوا يقدموا رؤيه اصلاحيه في الناحيه الاسلاميه، لكن عندنا الزوجيه كده الشخصيه لما بنيجي نعمل نفس الفكر الاصلاحي او نحاول نفكر نفس التفكير من ناحيتنا احنا، افتكر الناس بتقفز بالاستنتاجات او بينسوا هم قد ايه متعاطفين مع باحث زي سامي الدحيري او غيره، لكن صعب قوي يتعاطفوا او يتفهموا انه ممكن يكون شخص مخلص فعلا بيسال الاسئله لانه عايز يفهم، عايز يعرف، وعايز يقدر غنى الكلمه من بس ياخدها على صفحها او على صفحتها. دي نقطه. النقطه الثانيه، انا حاسس ان احنا كمان داخلين في جدل، يمكن يعني انا لو خدت على سبيل المثال على سبيل الجدل انه النص فعلا مو حديث بشكل حرفي، ودي فعلا الكلمات اللي لو قريتها انا فعلا بسمع الكلمات اللي قالها الله او حبيها الله بشكل مباشر للناس. احنا بننسى ان اللغه محدوده جدا وانه مهما حاولنا نفهم احنا محدودين بمحدوديه اللغه، مش بس اللغات الاصليه لكن احنا حتى اللغه اللي ما بيننا. يعني انا لما بقول لحد انا بحبك كلمة بحب هي بتثير خيالات وافكار عندي انا مختلفه عن لطيف اكرام، مختلفه عن الاب ويليام، كل حد يعني كلمه بتثير مفاهيم معينه في شخص الانسان وفي ذهن الانسان. احنا محدودين بمحدوديه اللغه دي، والله اكبر بكثير من انه نحبه في كلمه او فكره حتى لو كانت الكلمه المقدسه. بس بالمعنى ده انا اقدر اقدر واقول ان الكلمه المقدسه كلمه محدوده بما انا بقارنها باللا محدود اللي هو الله. وعشان افهم وعشان افهم غناها وعشان افتح الكنز ده هو وخط المحدوديه بتاعتي، انا محتاج افهم قد ايه هو كان مرتبط بالحضاره والتاريخ وبالسياق وبيقول الكلام ده هو اللي بيحاول يفكره بالشكل هو. في وجهه نظري ناس يمكن مخلصين وعايزين يفضلوا يوصلوا بمعنى اكثر وعايزين يتحرروا من تفاسير شخصيه او تفاسير زمنيه وعايزين يكون ليهم فكرهم الخاص بيهم تعاطف معاهم وعدم الادانه في المفروض. اوكي، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. طيب عايزين نناقش النقطتين اللي هو اتكلم عنهم الأستاذ جورج، سواء فكرة الناس اللي تلقت الكلام اللي اتقال في الحلقة الماضية وقفزوا إلى استنتاجات والاختلافات اللي حصلت، هم يعني هم خايفين حد يمس الكتاب المقدس أو يتجاوز الكلام عن الوحي المقدس وكانوا بيدافعوا عن الكتاب المقدس في الوقت اللي فيه بيحصل تعاطف شديد جدا مع أي شخص يحاول يعمل فكر متجدد في الإسلام أو في أي دين آخر، يعني في الإسلام، في اليهودية، في أي دين آخر. ورغم تعاطفهم مع الناس اللي بتحاول تقدم تفسيرات جديدة أو معاصرة، هم رافضين أن يكون ده في الكتاب المقدس أو مع المسيحية. أسمع بسرعة ثلاث إجابات. يعني هذه العادة، القفز للاستنتاجات بسرعة. يعني أنا في رأيي أنه من يتبنى موقف مثل هذا هو الخائف الضعيف. وإذا كان خائف وضعيف فلأنه لا يعرف، يجهل. وهنا علينا إحنا مسؤولية كبيرة قوي في أن إحنا ننير ونعلم ونعرف، حتى لو كان الجهل والضعيف ده دارس او فاهم او
أو له احترامه يعني. في ناس دكاترة في جامعات وبيتعالجوا بالأعشاب وبحاجات تانية ما لهاش علاقة بال طب ايه رأيك؟ أنا يعني هو أسهل حاجة للإنسان أنه يعمل تنميط للأشخاص. فبسهولة كده لما يشوف فلان ده يقول ده معايا أو ضدي. واللي مش معاه هيبقى ضدي، أو اللي مش محافظ على الكتاب المقدس بالصورة اللي بتاعتي يبقى بالتالي هو إنسان ملحد أو إنسان خارج عن عن اللي أنا بعمله. فأنا التنميط في حد ذاته مشكلة. المشكلة التانية في فكرة الاختلاف، إنه بعض الناس بتحس إنه اللي بيقول تفسير أو فكرة مختلفة هو إنسان بعيد عن دون. أعتقد يحضرني هنا حاجة قالها الجاك دريدا، وقال كده، قال إنه مطالبة الإنسان إنه يوافق على المعنى اللي أنا بفسره للنص بتاعي بالضبط. هو بيقول كده، ده نوع من أنواع أو شكل من أشكال القمع. اللي بالضبط زي الواحد اللي بيعلم الناس إنه في طريقة واحدة للرسم، أو بيعلم الناس في طريقة واحدة لللبس. فعاوز ينمطنا، ولو ما نمطناش ما عملناش بقيناش صور كربونية من هذا الشخص وطريقة تفكيره وطريقة تفسيره، أصبحنا هنا يا إما ملحدين يا إما كفار يا إما مش عارف كذا يا إما كذا. فالتنميط دون آفة موجودة، التنميط ده نوع من أنواع القمع اللي موجود. الحاجة التالتة والأخيرة اللي أنا عاوز أقولها، تأثير من الثقافة اللي احنا عايشين فيها. إنه بعض الناس بتتعامل مع الكتاب المقدس على إنه وحي لفظي حرفي منزل، حتى لو ما قالوهاش بصورة مباشرة لكن بيقولوها ضمنيا أو في الكلام بتاعه. فكل ما أنت هتفكر إنك تقدم فكرة مختلفة عن أفكارهم من داخل أو قراءة مختلفة عن القراءات اللي بيقدموها للكتاب المقدس، فهم بدل ما يقولك أنت بتختلف عني أو بتختلف معايا، لا، أنت بتختلف مع اللوح المحفوظ أو الوحي المنزل، وبالتالي انت راجل كافر. فده اجابه للجزء الاولاني. استسهال يعني. استسهال. الحقيقه هو اثر نقطتين. بالنسبه للنقطه الاولى، ودي فعلا ملحوظه جدا، ان احنا كمسيحيين بنشجع الاصلاح او المصلحين في وبنتعاطف معاهم عند غيرنا، لكن ما بنشجعهمش عندنا، بالعكس بنهاجمهم وبنكفرهم. واعتقد ده ببساطه يعني شكل من اشكال الازدواجيه والفصام، حالة الفصام اللي احنا عايشين فيها طول الوقت. يعني المشكلة الرئيسية اللي مجتمعنا وطريقة تفكيرنا بتعاني منها. فده تحليلي للموضوع. النقطة الثانية، فكرة الوحي اللفظي او الحرفي. الحقيقة انا يعني قعدت مع نفسي كده افكر، هل ينفع الوحي يكون لفظي او حرفي؟ لقيت انه على الاقل ممكن في 13 سبب انا كتبتهم قدامي ليه ما ينفعش الوحي يكون لفظي او حرفي. قول لنا اهم سبب ايه. خليهم ثلاثه. الحاجه الاولى، لما نقول الكتاب المقدس مثلا كلام الله، السؤال هو كيف يتكلم الله؟ يعني ايه الكلام بالنسبه لله؟ يعني احنا عندنا الجهاز الصوتي اللي بنخرج بيه الكلام. هل ربنا عنده هذا الجهاز الصوتي المادي اللي بيه بيتكلم لغة معينة، عبري أو يوناني أو عربي أو أي كان؟ فيعني إيه كلام روح. الله؟ إحنا عارفين إنه هو روح يعني. بالضبط، الله روح. يبقى إذن لما نسأل يعني إيه كلام الله، يعني الطريقة اللي بيعبر بيها عن الله عن نفسه، زي ما الكلام بالنسبة لنا هو الطريقة أو واحدة من الطرق اللي إحنا بنعبر بيها عن نفسنا، فكلام الله هو الطريقة اللي بيعبر بيها عن نفسه. فدي لازم تكون في بالنا. السؤال هنا يعني إيه الفرق ما بين كلام الله أو الطريقة اللي بيعبر بيها الله عن نفسه وما بين الكتاب المقدس؟ لأنه الكتاب المقدس ككتاب هو محدود، يعني تقدر تعد فيه كم كلمة. لكن هل كلام الله نقدر نقول عنه إن هو محدود أو معدود؟ كلام الله مش مقفول، ما نقدرش نستنفده. عشان كده احنا في المسيحية عندنا كلمة الله هو المسيح، هو أفضل طريقة عبر بيها عن نفسه. لكن الكتاب المقدس هو زي ما قال ناس مشهورين زي بارت، قال انه ده سجل أو وصف
للوحي. أوكي. يعني الوحي هو المسيح. أوكي. المسيحية الوحي هو المسيح، لكن ده تسجيل أو وصف للوحي. حاجة الثالثة بسرعة عشان في مداخلة من المنيا. تمام. الحاجة الثالثة بسرعة، أنه لو قدرت الكلمة البشرية تعبر عن فكر الله بدرجة 100%، يبقى أنا كده بساوي ما بين الكلمة البشرية، لأنها قدرت تستوعب الله، قدرت تستوعب فكر الله. يعني حجمنا الله، حجمنا في الله لو قلنا بالضبط. عشان كده الله أكبر من إعلانه عن ذاته في الكتاب، وإلا الكتاب أصبح إله. فالله أكبر من إعلانه عن ذاته، وإعلانه عن ذاته أكبر من عقولنا. يعني حتى الإعلان نفسه اللي هو أصغر من الله هو مازال أكبر من عقولنا وأكبر من فهمنا. واحد فيلسوف إسلامي اسمه النفري قال كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة. يعني كل ما الواحد كان عنده رؤية واسعة جدا العبارة ما تقدرش تحتملها. فكم وكم الله رؤية الله. طيب نشوف المداخلة من المنيا من الأستاذ باسم. ألو. أيوة أيوة أستاذ باسم تفضل. تفضل تفضل حضرتك. أيوة احنا سامعينك. جناب الفاضل دكتور إكرام، أهلا بيك. أنا بشرف إن أنت أستاذي ومن الناس اللي حليت إشكالية كبيرة جدا في الموضوع دوت. أشكرك. وبرحب بالأب الجميل وبأصدقاء الأستاذ إكرام والأستاذ جميل. شكرا. موضوع الوحي هو خد معايا شوف من البحث التفكير من 2003 ل 2016 تقريبا. لقيت ان بعد سنتين من التفكير ومن قرايه كتب، طبعا مش هينفع اعلن عنها عشان ما يبقاش دعايه عن كتب معينه، لقيت ان الفكره كلها ان كان لازم نقرا كل الحاجات اللي اتكتبت عن الوحي ما قبل وصول الثقافه العربيه لمصر. كل الحاجات اللي اتكتبت عن الوحي بالفترة الأولى من دخول الثقافة العربية، وبعد كده كل اللي اتكتب عن الوحي ثم فترة من سنة 50 وطالع لحد دلوقتي. لقيت إن الفكرة كلها إن إحنا ابتدينا نرعب أو بدأت تبتدي تبعد كل ما بنصور عن المفهوم الأساسي اللي اتكتب عنه الوحي. الوحي على حسب ما جيت أفهم بدراسة المطالعة اتكلم عن ان هو او الوحي هو العلامات او الالهامات اللي بتيجي للانسان اللي بناء عليها يجد العلامات والارشادات للطريق اللي بيوصل الى الله. فبيبقى ده صوره صريحه في ايه بسيطه جدا في الكتاب لما المسيح بيعلن عن نفسه بيقول انا هو الطريق والحق والحياه. قدرت افهم منها كشخص مجرد باحث، انا مش متخصص، ابتديت افهم منها على مستوى بسيط ان المقصود بالطريق هنا او الوحي هو المسيح بحد ذاته. فلما اجي احكي دلوقتي عن الوحي سواء هو الوحي اللفظي او غير اللفظي، انا حطيت الكتاب المقدس الوحي في وضع استاتيكي متجني لدرجه ان انا مش هقدر اواجه فيها المخاطرات اللي ممكن تجاريني. زي اخطر قضيه الاله الدموي والعهد القديم والدم والحرب والكلام ده كله. لكن لما اجي اقول الوحي هو اساسا المسيح، ودي الحاجات اللي درسناها مع دكتور اكرام ومع الكتب المتعدده، لقينا ان لما حطينا ان المسيح هو الموحد نفسه، وده باين جدا في انجيل يوحنا لما بيجي يتكلم عن مفهوم الكلمه في كتب للناس العلامه سواء من اباء الكنيسه او من الدكاتره الموجودين دلوقتي، لقينا ان الديناميكيه اللي تتحلل وسع مداركنا ان احنا نفهم المدخلات الحضاريه سواء المصريه او التلبانيه او الحوثيه او السريانيه على الثقافه للكتاب اللي كتب الكتاب المقدس. شكرا جزيلا. لو انا بصيت للكتاب المقدس بمجرد هل هو كتاب منزل ولا هل هو وحي لفظي، انا بحط نفسي في مخاطره لما يجي ابسط حاجه انت او ابني صغيرين يسالوني هو الله، والله ايه كان من دم؟ ايه كان من الحرب ده؟ لكن لما اوصف بس الوحي هو عند المسيح، يبقى انا بالتالي الكتاب المقدس هو وسيله نقدر نقول شبه معصومه يعني المسيح هو تقصد ان المسيح هو قمه الوحي. فالفكره وصلت. شكرا جزيلا.
انا عندي تعقيب. القسيس رامي عنده تعقيب. انا عندي تعقيب صغير بس، انه احنا ساعات يعني لما بنتكلم عن الاعلان، الاعلان مفهوم واسع خالص، انه الله يعلن ذاته. الله بيعلن ذاته بطرق مختلفه. فالاعلان اوسع بكتير جدا من اي حاجه، لانه الله كشخص غير محدود، فبالتالي اعلانه متنوع متعدد مستمر، وده اللي بيقول عنه في عبرانيين الله بعد ما كلم الاباء بالانبياء بانواع وطرق كثيره كلمنا في هذه الايام في ابنه. فانا اقصد الاعلان واسع جدا. لما بنضيق في الاعلان شويه فبنلاقي فيه اعلان عام، وما يسمى او بيصطلح عليه اللاهوتيين اعلان خاص. الاعلان العام موجود في الفلسفات، موجود في الطبيعه، موجود في كل الوجود، والاعلان الخاص موجود في بعض التدخلات التاريخيه او التدخلات المحدوده، زي فكره الكتاب المقدس كوحي لله او اعلان من لله او عن الله، ويسوع المتجسد او يسوع في صوره المتجسد، وهو يعكس جوانب كبيره من الله، لكنه يعني والاعلان كافي وكل حاجه، لكن يعني ما اقدرش اقول انه الله بان بكل جوانبه وبكل رؤاه في هذا الشخص فقط. والاستشهاد هنا يبقى مترنح ما بين يسوع المتجسد ويسوع الازلي. يعني يسوع التاريخ ويسوع يسوع الإيمان. التاريخ ويسوع الايمان او اللوجوس اللي هو استخدمه يوحنا. اللوجوس هو فكرته الكلمه او العقل او الاعلان بكل الصور، وهذا الاعلان بشكل او باخر انا شفته بصوره متجسده في يسوع المسيح المتجسد، لكن يسوع الازلي او اللوجوس الازلي هو كبير جدا، لدرجه ان انا اقدر اشوفه في الفلسفه، اقدر اشوفه في الطبيعه، اقدر اشوفه في الكون، اقدر اشوفه في الكتاب المقدس، اقدر اشوفه في الكلام ده. فانا عاوز بس اميز ما بين اللوجوس بمفهومه العام كاعلان اللي هو يسوع في يوحنا يعني حسب ما بيقول يوحنا، وما بين التجسد يعني. اوكي. طيب معانا القسيس يوسف سمير راعي الكنيسه الانجيليه في مصر الجديده، هنشوف مداخله مصوره معاه. الوحي زي ما افهمه، زي ما كتير من الاجزاء الكتابيه بتقول، انه اشتراك ما بين عمل الهي وعمل انساني. تكلم اناس الله القديسون، ده العمل الانساني، مسوقين من الروح القدس، ده العمل الالهي. فحتى الوحي اللي يعني ده الكلمه المقدسه اللي هو الكلمه المكتوبه، حتى الكلمة المتجسد الرب يسوع كان فيه الجانبين دول، الجانب الإنساني إن هو ابن الإنسان، والجانب الإلهي هو ابن الله. فإحنا بنؤمن ككنيسة إنه الوحي هو عمل مشترك ما بين الله والإنسان، الله من خلال الروح القدس والإنسان من خلال كتاب الوحي المقدس. تفسير الكتاب المقدس لا يتوقف أبداً عند عصر، واحنا ككنيسة بنقول عن نفسها كنيسة مصلحة، يعني تصلح نفسها بنفسها، يعني كل يوم بتراجع نفسها في كل أمورها بما فيها نظرتها التفسيرية للكتاب المقدس. فما نقدرش نقول انه التفسير وقف عند شخص او وقف عند عصر، لكنه بيتطور دائما مع اكتشافات جديدة ومع الترجمات الجديدة ومع مع تقدم الفكر الفلسفي. كل ده بيؤثر في نظرتنا وتفسيرنا للكتب المقدسة. ده لا يعني أبدا أنه الكلمة الله نسبية، لكن لا، إحنا بنحاول نوصل إلى أغوار وإلى أعماق كلمة الله، لأننا ما نقدرش، ما حدش يقدر يقول أن أنا وصلت إلى الفكر الإلهي. بمعنى أنه إذا استطاع إنسان أن يقول أنه استطاع أن يفهم كل شيء عن الله الموجود في كلمته، إذن استطاع أن يضع الله في عقله، إذن الله محدود، إذن فالله ليس الله. لكن وأنا بقول إننا إحنا بنقول إن إحنا في رحلة بحث كل يوم في هذا المحيط العميق، البحر الذي ليس له قرار، اللي هو إلهنا، اللي كل يوم بنكتشف فيه حاجة جديدة من خلال دراستنا وتفسيرنا المتجدد لكلمة الله. زي ما سمعنا من القسيس يوسف سمير الدور الإلهي والدور الإنساني، واحنا اتكلمنا في القصة دي،
احنا دلوقتي هو فتح باب اختلاف التفسير من عصر لعصر، بس قبل ما ادخل في التفسير لان ده مهم جدا، ازاي نفسر الكتاب المقدس في عصرنا الحالي بطريقة مختلفة عن زمان، عايز ارجع لرامي الفكرة اللي هو قالها يعني واخد رأيكم فيها، انه الوحي في الاعلان العام، وبعدين في الوحي الشفهي قبل المكتوب، وبعدين في الوحي المكتوب، وبعدين في الوحي المتجسد. هل ده متدرج يعني في كل عصر، ولا معاصر كله ده معاصر لبعضه البعض؟ لان في ناس بتقول ان ده وحي متدرج، يعني الوحي متدرج، ابتدى بالاعلان العام، وبعدين ابتدى بالشفهي من آدم إلى موسى، وبعدين المكتوب من موسى إلى المسيح، وبعدين المتجسد في المسيح هو القمة. وعشان كده احنا بنفهم الكلام العهد القديم في ضوء السيد المسيح، وبنفهم الإعلان العام في ضوء السيد المسيح. إيه رأيك يا أسيس؟ كارل بارت اللاهوتي الشهير قال إنه يجب أن نتذكر أن الكتاب المقدس ليس هو الوحي أو الإعلان، ولكن الشاهد على الإعلان. أنا من وجهة نظري أنه الوحي أو الإعلان هو الطريقة أو الموضوع اللي ربنا عايز يعلن به عن ذاته. وعشان كده بحسب بارت أنه الوحي هو المسيح نفسه، لكن الإعلان الشفهي أو المكتوب هو زي ما قال هيرمان بافينك، هو السجل أو الوصف اللي بيه بوصل للإعلان الحقيقي. وفي تشبيه يعني ممكن يساعدنا، قالوا برضو حد متميز في المجال ده اللي هو جون والتون، قال إنه زي المدرس اللي بيقدم كورس فبيدي سيلابس اللي هو مخطط المنهج بيديه للطلبة، فالطالب بمجرد ما بيمسك مخطط المنهج ممكن يكون عنده يفهم المدرس هيشتغل ازاي، يفهم اذا كان المدرس ده منظم ولا مش منظم، يفهم مدى الحريه اللي يعطيها المدرس لاشراك الطلبه معاه، يعني يفهم عن المدرس. لكن يظل السيلابس او المخطط المنهج ده اقل بكتير جدا من المدرس نفسه. وانا بعتقد مع فارق التشبيه، احنا مش بنأله الكتاب، لكن الكتاب مصدره الله، وده قوة سلطانه. وايضا لما نتكلم عن عصمة الكتاب او ليه الكتاب ليه عصمة، هنا السؤال اللي بيتسأل وللأسف ده سؤال غلط، هل الكتاب معصوم علميا، معصوم فلسفيا، معصوم تاريخيا، لغويا؟ بعتقد ان السؤال ده نفسه غلط، لأنه العلم بالمفهوم المعاصر اللي احنا فاهمينه دلوقتي ما كانش موجود في عصر الكاتب. لكن لو عايز أسأل هل الكتاب المقدس معصوم؟ نعم، معصوم عصمة كلية من ناحية الهدف الذي يريده، يعني اللي هو المسيح. يعني إذا الكتاب لم يخفق وصل لي المسيح وأعلن لي بشكل تدريجي زي ما حضرتك قلت من الوحي الشفهي للمكتوب ووصلني يعني للمسيح، يعني تفسيرك أنه هو معصوم للإيمان والأعمال؟ هو بالضبط زي ما قال الدستورنا اللي حضرتك أشارت إليه في بداية الحلقة، أنه معصوم للإيمان والأعمال. طبعا أحيانا لما ناس تسمع الكلمة دي يقولك ده عصمة جزئية، لا، هي عصمة كلية من ناحية هدفه الكلي. هدفه هو مش انه يقدم لك فيزياء وكيمياء واحياء، لكن هدفه هو انه يقدم لك المسيح، هو اعلان الله عن ذاته، وهذا قمة الاعلان هو المسيح، فانه يوصلك للنقطة دي للمسيح. فبالتالي ما نقدرش ان نساوي ما بين الكتاب وما بين الاله اللي ارسل هذا الكتاب من خلال اناس الله القديسين. نسمع ابونا كميل في فكرة هل كلهم في وقت واحد، ولا متدرج، ولا معصوم للإيمان والأعمال بس، ولا معصوم في كل حاجة؟ يعني الفكرة دي على بعضها عشان ندخل في التفسير بعد كده على طول. مشكلتنا إنه إحنا بعقلنا البشري الخاضع للزمان والمكان عاوزين نستوعب عمل الله الذي
خارج الزمان وخارج المكان. فوق الزمان والمكان. أنا بحب فوق. ماشي فوق الزمان فوق. لأنه إحنا بنقول داخل الزمان والمكان. دخل في لحظة لهدف، لكن إجمالا الله فوق الزمان. فوق. أي حد. ما عندوش لا امبارح ولا النهاردة ولا بكرة. طبعا. وعليه ما أقدرش أقول ده قبل ده ولا موازي ده. أقدر في لحظة مناسب في هذه اللحظة أن يكون بإعلان عام. إعلان عام. ممكن بالنسبة للأسيس كرام إعلان عام، وبالنسبة للأسيس رامي إعلان خاص. فالنسبية تيجي من ناحيتنا إحنا البشر، مش من ناحية الله. عزمة الكتاب المقدس. أنا أسأل هدف الكتاب المقدس إيه؟ كان بيقول الأسيس إيميل تاريخ، جغرافيا، فيزياء، مش اهتمامه خالص. رسالة الحب التي يريد أن يوصلها الله للإنسان، وقمة التعبير عن الحب هو يسوع المسيح. كل ما يتعلق برسالة الحب هذه هو معصوم. ما سواه قد يكون صحيحا أو قد يكون خطأ، لا يهتم به الكاتب. من مشاكلنا احنا النهاردة ان احنا في القرن 21 عاوزين نخضع نص صيغ في اطار ثقافي معين من 25 قرن اكتر او اقل لمقاييسنا الادبية العلمية النهاردة، لانه ده بالنسبة لنا احنا كبشر اسهل. اسهل منه احنا نعود بذواتنا ونحط نفسنا في الإطار الثقافي الإنساني الأدبي اللي يصيغ فيه عشان نقدر نفهم السياق بتاعه إيه. أوكي. طب دلوقتي احنا عايزين نتنقل بقى لمفهومنا للوحي إزاي يكون مصدر استنارة لينا في حياتنا العملية اليومية. يعني الكتاب المقدس كان مصدر للإصلاح، لإصلاح الحياة السياسية في وقت معين، إصلاح الحياة الاجتماعية في كل وقت، في إصلاح اجتماعي، في إصلاح الحياة حتى الاقتصادية. يعني من أيام المصلحين جون كالفن نفسه اتكلم عن لو إن المؤمنين مسكوا الاقتصاد في البلد لأنهم أمناء وأنهم شاطرين وأنهم كذا ممكن يحصل كذا وكذا، حاجات زي كده يعني. فدلوقتي انا عايز ان احنا نفكر ازاي في ظروفنا دي، ظروف مصر حاليا الاقتصادية والسياسية والفقر الشديد والأزمات المحيطة بنا، كيف نستفيد من الكتاب المقدس وكيف نفسر الكتاب المقدس بطريقة معاصرة. يعني أنا عاوز أكد على من حيث ما انتهينا أنه في بعض الأحيان بيساء استخدام أو بيتم التلاعب بفكرة أنه عصمة الكتاب المقدس على أنها الدقة العلمية أو ما شابه ذلك وكده، يعني في حين أنه الكتاب المقدس في صياغات أدبية وفي طريقة أدبية والكلام ده كله، لكن مفهومنا عن العصمة هو معناه المصداقية، أن احنا بنثق في أنه الكتاب المقدس وبنثق في مصداقيته، مصداقية الرسالة بتاعته ومصداقية الدور اللي بيلعبه معنا في حياتنا وبيغيرنا وبيشكلنا. أنا هدي مثال صغير بعد كده هدخل إزاي ده ممكن يكون بنبني عليه. فمثلا أنا ممكن أقول إن أنا قاعد على مسافة من الدكتور إكرام قريبة، فالتعبير ده فيه مصداقية ما فيهوش خطأ، لكن ممكن أقول على مسافة متر بحوالي مترين أو متر ونص مثلا، برضك ده ما فيهوش غلط. أو ممكن أقول على بالضبط متر وواحد وستين سنتي، ده برضك ما فيهوش غلط. الكتاب المقدس ما قصدش انه العصمه او اللاهوتيين اللي اصاغوا مفهوم العصمه، لان هو المصطلح كمصطلح مش موجود في الكتاب المقدس. لكن مصطلح ساقه اللاهوتيين على مدار العصور، يعني مقصود بيه انه هذا الكتاب يحمل رساله صادقه فيها مصداقيه استطيع ان انا ابني عليها قيمي وحياتي بشكل كبير جدا في حياتي. وده اللي عمله المصلحين، هم شافوا ان الكتاب المقدس ينفع يكون مصدر لثقتهم ومصدر
للتغيير المجتمعي ومصدر لتغيير الكنيسة. كل المفكرين عملوا بالشكل ده. لكن الكتاب المقدس مرة تانية خليني أقرأ حتى قالها مثلا على سبيل المثال مارتن لوثر وهو واقف في المحكمة بتاعته، وهقول لنا إزاي يبنى إصلاح ويبنى إزاي. بيقول كده مارتن لوثر في المحكمة بتاعته: إن لم أقتنع بشهادة الكتب المقدسة أو المنطق الواضح فأنا مقيد ومحصور بالكتب المقدسة وضميري أسير لكلمة الله، ولا أستطيع ولا أريد أن أتراجع عن أي شيء لكونه غير آمن أو غير صحيح للذهاب ضد ضميري ولعين الله أمين. لو إحنا بصينا على التركيبات بتاعته، هو بيقول أنا عندي الكتاب المقدس حجر أساس وفهمه للكتاب المقدس أساسي، جانب الكتاب المقدس يضع المنطق السليم فيقول أنا عاوز كمان منطق سليم وعاوز حد يقنعني بالمنطق السليم. الخطوة اللي بعديها المنطق الإنساني، منطق الإنساني السليم. أوكي. المنطق اللي واحد زائد واحد بيساوي اثنين. أوكي. أو الطبيعة بتقول لي شكله كذا. أيوة. أقنعني بالمنطق. أيوة. السليم. أو اللي بعديها فكرة ضميري، صلاتي وإيماني وتعامل الروح القدس في حياتي. يعني دي حاجات ثلاث أساسيات رئيسية. فأنا عشان أصنع تغيير في المجتمع وأصنع قراءة جديدة لابد أن أنا أفهم الكتاب المقدس واستند عليه، كان بكلم على الإنسان المسيحي. يكون عندي منطق سليم وفكر سليم وتفكير سليم. يكون عندي علاقة ضميرية وعلاقة صلاة وارتباط بعمل روح الله في حياتي. لو أنا عندي ده هقدر أعمل قرايات تساعدني على أن أنا أكون بتعامل مع قضايا المجتمع، لأن عندي منطق بيحلل المجتمع. عندي كتاب مقدس بستند عليه بمبادئه وقيمه وبأفكاره اللي بقدر أغير بيها وأقدر أنطلق منها. وقدام شوية نقدر نتكلم إيه هي التغييرات دي. معنا الأسيس رضا عدلي رئيس السنودس، نرحب به. أهلا وسهلا بحضرتك. ألو. أيوة. ألو يا أسيس رضا، مساء الخير. أهلا وسهلا، أهلا بيك. إحنا بنرحب بحضرتك في البرنامج ونستمع لمداخلتك القيمة. شكرا. تفضل. أنا مش قادر أعرف إيه السؤال بالضبط أو المداخلة أقدر أشارك. المداخلة هو أنا عارف إن الحلقة عن الوحي. حضرتك مش متابعنا من أول البرنامج يعني. أهلا بيك. طيب إحنا تكلمنا عن الوحي وقلنا المدارس المختلفة فيه، وبعدين اتنقلنا إلى كيف نقدم تفسير معاصر من كلمة الله لعلاج المشاكل الموجودة في مصر دلوقتي، ازاي يكون عندنا تفسير معاصر لمجتمعنا من خلال مفهومنا للكتاب المقدس والوحي المقدس اللي تشارك فيها الله مع الإنسان زي ما مكتوب في رسالة بطرس وفي رسالة تيموثاوس، ان كتبه أناس الله مسوقين من الروح القدس. أشكرك يا دكتور إكرام، وأحب أقدم التحية لحضرتك ولضيوفك الكرام. وحابب أقول طبعا أنه إذا كان الكتاب بيتكلم في رسالة تيموثاوس الثانية أصحاح 3 الآية 16 وبيقول كل الكتاب هو موحى به من الله، فعندي ملاحظتين ثلاثة مهم إن إحنا نفهمهم. أعتقد أنه كلمة ثيوبنيوستوس اللي هي كلمة اللي بتعني موحى أو وحي بتعني أنفاس أو نفخة الله. إحنا قلنا كده برضو. تفضل. مهم عندنا ان احنا نشوف في فكرتين ثلاثه في الامر ده، وهو بيتكلم عن انه كل الكتاب هو موحى به من الله. نمره واحد انه اذا كنا بنقول الكتاب المقدس هو كلمه الله، مش بنعني انه كل عباره موجوده في الكتاب المقدس قالها الله، لانه مثلا هو بيسجل اقوال الشيطان مثلا. أيوة. بيسجل اقوال حوار الحية مع حواء مثلا، حوار مليان بالأكاذيب مثلا، وبيقول إن القليل الجاهل في قلبه ليس إله. فمش كل كلمة موجودة في الكتاب المقدس هي قالها الله بالفعل، لأنه بيسجل مثلا أقوال الأشرار. أيوه. وأقوال الشيطان. الشيء الثاني
الكتاب المقدس بشكل أقوال رجال الله المقدسين الرائعين، وبعض الأحيان أقوالهم بتبقى مختلفة مع الحق الإلهي الموجود في كل الكتاب المقدس. فمثلا موسى رجل الله طلب الموت لنفسه، وإيليا طلب الموت لنفسه، وأيوب اللي بيصف الكتاب بالبار بيطلب الإنسان لنفسه. ده شيء مثلا معارض للفهم العام لكتاب للكلمة المقدسة. كمان الكتاب المقدس، كتاب الكتاب المقدس رجعوا إلى سجلات كانت متوفرة في ذلك الوقت ليهم، وبالتالي كان المتاح ليهم في ذلك الوقت زي ما هو مسجل في أخبار الأيام الأول وأخبار الأيام الثاني وسلسلة الأنساب المذكورة في سفرية عزرا ونحمية. يعني اللي أنا عايز أقوله إنه الكتاب المقدس في عنصر بشري 100%، وفي عنصر إلهي 100%. مظبوط. زي ما بنقول إن شخص المسيح هو إنسان 100%، وكمان هو الله الظاهر في الجسد 100%. والفكرة هو إنه زي ما الرب تجسد عشان يوصل لنا شخصه الكريم المبارك، وشفنا شخص المسيح إنسان 100%. وهو الله 100%. أنا بعتقد ده اللي إحنا محتاجين إن إحنا نعمله بالنسبة للكتاب المقدس. بعتقد كمان إن كلمة وعظ في أصلها اليوناني تعني النسيج، صناعة النسيج. وده مهمة الواعظ. مهمة الواعظ إنه يكون زي ما بيقول الكتاب مفصلا كلمة الحق بالاستقامة. عشان خاطر نوصل كلمة ربنا النهاردة. بفتكر زمان لما كان في تفصيل للملابس كانوا بيعملوا حاجة اسمها الباترون. الست أو الخياط أو الترزي كان بيعمل رسمة لما يريد أن يفصله. وأنا بعتقد إن كلمة وعظ، النسيج، الباترون اللي أنا كويس إن أنا أخذ كلمة ربنا وزي ما أكون بصف طريق مفصلا كلمة الحق، بشوف الحجر المناسب، بشوف الباترون المناسب، بشوف الاحتياجات المناسبة، وشوف اللغة المناسبة، وشوف القرينة المناسبة والظروف المناسبة، عشان خاطر أعمل جسر ما بين كلمة الله وما بين المستمع. مرات كتير احنا بنغلط يا أسيس إكرام في ان احنا بنرمي الحق، يعني زي ما نكون بنصوب الحق بسهام ونريدها ان تصل الى الطرف الاخر من الجبل دون ما بنبني عملية بناء فكري وحضاري وثقافي للكلمة المقدسة. وده اللي عملوا الأنبياء الأتقياء وهم بيكتبوا كلمة ربنا. فالكتاب المقدس بيشتمل على فكر إلهي 100%، وكتبوه أناس الله القديسين مسوقين من الروح القدس بنسبة 100% أيضا. معرفش كان ده في الموضوع ولا هتسقطني في علم الوعظ يا دكتور إكرام. عظيم عظيم، شكرا جزيلا يا أسيس، شكرا جزيلا. ونشكر الأسيس رضا عدلي رئيس السنود. نرجع نكمل على كلام الأسيس رضا. على يعني دايما كان في الكتاب المقدس بيعلمنا ان كل حركة إصلاح اعتمدت على الكلمة المقدسة. يعني في العهد القديم يوشيا كان بيجيب كتاب الشريعة ويقراه، نحمية بيجيب برضو كتاب الشريعة وبيقراه، وبرضو حركة الإصلاح في القرون الوسطى اعتمدت على الكتاب المقدس. كمان مؤتمر الفاتيكان الثاني والإصلاح المضاد اعتمد على الكتاب المقدس. احنا عندنا قضية العدالة الاجتماعية في مصر، عندنا قضية حقوق الإنسان في مصر، قضية الفارق الضخم بين الغني والفقير في مصر، عندنا قضية التسطح الثقافي والتعليمي موجود في مصر. هل الكتاب المقدس يصلح انه يقدم لنا خريطة طريق لإصلاح المجتمع بتاعنا؟ ممكن نسمعك انت وبعدين اتفضل. الحقيقة انا حسيت انه ممكن المشاهد يحس بتناقض ما بين اخر نقطتين احنا قلناهم، اللي هو فكرة ايه هدف الكتاب المقدس في الاساس. اذا كان هدفه تقديم المسيح فعصمته
في انه لم يخطئ الهدف وفعلا قدم لينا المسيح، وهو المسيح قال انه الكتب تشهد لي، وهو ده فكره انه يحكمك للخلاص، ان هو يقودنا بحكمه للخلاص، والكتاب قادر انه يعمل كده. لكن النقطه الثانيه فكره انه هل الاصلاح الاقتصادي او السياسي او التاريخي او الثقافي، هل الكتاب المقدس ينفع يكون مرجع لينا في الاصلاح الاقتصادي او السياسي او غيره؟ انا بعتقد ان الكتاب بيقدم لينا شخصيه المسيح، واحنا لو فهمنا المسيح نموذج واقتربنا منه وتعلمنا منه وعاشت شخصيه المسيح فينا، ده بدايه الاصلاح. لكن لو هتكلم انه يعني عايز اصلاح اقتصادي، فيبقى محتاج ارجع لعلماء الاقتصاد. لو عايز اصلاح سياسي، يبقى محتاج ارجع لعلماء السياسه. هيرمان بافينك قال عباره، لو لقيت عباره اذا فلان مجرم، لو لقيت العباره دي في كتاب للمنطق، فمش بتاخدها، مش بتفسرها تفسير تاريخي انه فلان ده، لانه ده كتاب منطق بيدي امثله، لكن بتاخد المعنى المنطقي او الدلاله المنطقيه للعباره. لكن لو لقيت نفس العباره فلان مجرم، لو لقيتها في اوراق قضيه رسميه في المحكمه، هنا المعنى نفسه بيتغير. نفس الحكايه عايز اقول انك ممكن تلاقي كلام عن الاقتصاد في الكتاب، ممكن تلاقي كلام عن الفلسفه، ممكن تلاقي كلام عن المنطق او كلام منطقي وحوارات ومجادلات منطقيه في كتابات الرسول بولس مثلا. لكن هل هو قصد انه يعلمنا منطق؟ لا، هو قصد يوصل الرساله الاساسيه اللي هي المسيح. فاذا الكتاب المقدس حتى لو احتوى تاريخ، فهو ليس كتاب تاريخي او مرجع للاصلاح. لو احتوى اقتصاد، فهو ليس مرجع للعلوم الاقتصاديه. لو احتوى منطق، فهو ليس مرجع للمنطق او لكتب المنطق. لكن يظل الرسالة الأساسية هي رسالة روحية، هو أنه يعرف مين هو الله. لكن احنا لو عرفنا شخصية المسيح وازاي تعامله وتعليمه وإعلانه ونظرته للإنسان وتقييم الإنسان ونظرته للعدالة ونظرته للتاريخ ونظرته للتنوع البشري اللي موجود، فدي خطوة أولى للإصلاح. لكن يظل هناك تخصص بعد ذلك. تفضل يا ابونا. تخلوني نعمل الاخر كلام مني. في الكليات اللاهوت الكاثوليكيه قبل دراسه الكتاب المقدس فيه اربع مقالات مقدمات للدراسه. المقاله الاولى هي الوحي اللي فيها بنتعرف عن تعريفه، وجوده، امتداده ومفاعيله. عظيم. وكل نص تنطبق عليه هذه المقولة دي يبقى قانوني. المقالة الثانية قانونية الكتاب المقدس اللي ممكن نختلف فيها في الكتب قانونية أولى وثانية. المقالة الثالثة تاريخ النص. من المرحلة الشفوية لمرحلة انسيابية لثبات النص، لتحريك النص، لمخطوطات النص وطبعات الكتاب المقدس. والمقالة الأخيرة اللي بترد على الأولى مباشرة هي تفسير الكتاب المقدس. إذا كنا انطلقنا في المقالة الأولى بنقول الكتاب المقدس كتاب إلهي بشري كتبه الله والإنسان، فالتفسير بتاعه لازم يجمع الجانبين العنصرين. من حيث هو كتاب بشري يخضع لكل قواعد التفسير البشرية، من مفردات ولغة وتركيب ونوع أدبي. ومن حيث هو إلهي يخضع لقواعد التفسير اللاهوتية اللي هي لا تناقض، تكامل، ماذا يقول. وعليه أي تفسير يكتفي بجانب واحد هو تفسير منقوص. تطبيقه في حياتنا إيه؟ بتفق مع الأسيس إيميل، وده الكلام ده أنا قلته، لا هو كتاب تاريخ ولا جغرافيا ولا فلك ولا حساب ولا أي حاجة. والحمد لله إنه كتابنا
ومفهومنا لم يضع لنا قوانينا ودستورا نسير عليه. بس انا عايز وضع المبادئ. بس انا عايز اقول ان المسيح مثلا والله في العهد القديم ايضا كان منحاز دايما للفقير، كان منحاز للمظلوم. اذا ده مبدا، كان منحاز ضد الدكتاتوريه. بالظبط ده اللي انا كنت عاوز اوصل له. يعني احنا ايوه اتفضل. ده اللي كنت عاوز اوصل له. ما اديناش قواعد ثابته، ادانا مبادئ. الشكل يتغير لكن المبدا يظل كما هو. المبدا اللي كان موجود من ايام مسيره الشعب في البريه هو هو. وطريقه تطبيقه والوصول اليه قد تختلف. اديكم مثل بسيط جدا. نبيان عظيمان في مدينه واحده في اورشليم في ذات الظروف، مدينه محاصره ومهدده بالسقوط في ايدي الاعداء. واحد ينادي بالصمود وواحد ينادي بالاستسلام. إشعياء وإرميا، هل هناك تناقض؟ كيف فهم كل منهما إرادة الله ومقاصد الله؟ إشعياء فهم الإيمان إن لم تؤمنوا لن تأمنوا. هل تؤمنون بهذا الإله؟ تؤمنون بوعوده؟ لن تسقط المدينة. إرميا، هذا الإله طلبكم بالأمانة وأنتم خنتم الأمانة، العقاب العادل أن تسلموا إلى الأعداء. لو قاومتم أنتم تقاومون الله. وأعتقد في حياتنا إحنا النهاردة لازم نشوف الإطار والهدف، ماذا يقول لنا انطلاقا من المبادئ اللي هي أرساها في الكتاب. في القضايا الاجتماعية الاجتماعية وكل زي ما كان قضية الاستسلام أو الحرب كانت قضية سياسية اجتماعية. طب معنا مداخلة مع الأسيس سامح شاكر. ألو ألو يا أسيس سامح. ألو. أيوة أهلا بيك أسيس إكرام. شكرا للمداخلة، شكرا سمحت لي أن أكون أتكلم مع حضراتكم. أنا أتفضل نتشرف. شكرا لكل اللي اتقال قبل كده سواء من الزملاء الموجودين او اللي عملوا مداخلات. انا حابب الفكره الاخيره اللي حضرتك طرحتها، الفكره السؤال اللي هو الحاجه العمليه، ايه الحاجه العمليه من وراء فكره الوحي؟ وانا بشوف ان لو وصلنا لفكره ايه هدف الوحي او الفكره من وراء الوحي اعتقد دي هتحل معضله كتير. وانا شايف ان الفكره الاساسيه اللي هي جعل الفكره اللي ورا الوحي هي تقديم فكره الرساله، العلاقه بين الله وبين الانسان. والعلاقه بين الله وبين الانسان اللي هي تمثلت في شخص المسيح زي ما قال الاسيس ايميل، العلاقه هدفها حد ذاته هو جعل الانسان انسان افضل، جعل العالم عالم افضل. ولو قدرنا ان احنا مثلا انا حابب ادي مثال بصوره عمليه من فكره مثلا مفهوم الكراس. انا مش هتكلم عن يعني هاخد مفهوم الكراسه كان جزء عملي في الوحي. مفهوم الكراسه الفكره وبصينا الكراسه بدات ازاي في مصر وبدات بالصوره، يمكن في جزء المدرسه التقليديه لفكره التبشير دايما. والفكره دي وصلنا لمرحله النهارده بعض الكنائس الكبيره وصلت لمرحله ان هي غيرت من اسلوبها وغيرت من النمط بتاعها، ان هي تغير مفهوم الكرازه من فكره صدام لفكره حوار وفكره تقديم نوع افضل خدمه افضل عشان خاطر تقدم مجتمع افضل لينا. وانا بشوف ان الوحي اساسه وهي فكرته ان جعل العالم عالم افضل، جعل الانسان بيعيش في سلام ويعيش في تعايش مع الاخر. ازاي؟ بمعنى ال هنا فكره الوحي المعاصر. الوحي المعاصر هل ان احنا بنقدم
الواحد بصورته الحرفيه اللي كانت من 4000 سنه من 2000 سنه، ولا بنقدم فكره تطوير؟ ايه الهدف من الفكره؟ هل الهدف ان انا اروح النهارده اقول له المسيح مات عشانك لازم تتغير ويحصل صدام مع الاخر، ولا الهدف ان انا بقدم وحي مفهوم للوحي بصوره معاصره يخليني اقدر اتعايش مع الاخر؟ شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لسيس سامة. طيب دلوقتي انا عايز بس نركز في مفهوم الخلاص. كلمة الخلاص دي من اول التكوين للرؤية، الهدف بتاع الكتاب المقدس وهدف ما يجي المسيح. ولما بنشوف كلمة الخلاص، وافتكر ان كلكم عارفينها، يعني هو ليس فقط الخلاص من الخطية، لكن هو الخلاص من المرض، والخلاص من الفقر، والخلاص من الظلم. ويعني مثلا تحرير العبيد كان تصرف خلاصي، تحرير العبيد ومارتن لوثر كينج وابراهام لينكولن وهذه الثورة اللي قامت. يعني رفع الحالة الاقتصادية في بلد ده مفهوم خلاصي، تخليص البلد من الفقر ده مفهوم خلاصي، وده كله في داخل فكرة خلاص المسيح. يعني المسيح جاء فعلا عشان يخلصنا من الخطية، احنا عارفين كده، بس الخطية تشتمل كل هذه الخطايا، تشتمل على خطية الظلم من الحكام للمحكومين، تشتمل على التفرقة بين الأعراق والأجناس، بين الرجل والمرأة، بين الأسود والأبيض، وهكذا. يعني إذا كان الموضوع كده، فيبقى إزاي نحول الكرازة بتاعتنا، كيف تكون الكرازة شاملة لمفهوم الخلاص كما هو موجود في هذه الكلمة في الكتاب المقدس؟ أنا مع، يعني رائع جدا أن احنا نربط الكتاب المقدس بالواقع. أيوة. والكتاب المقدس والوحي والإعلان الإلهي بصورة عامة هو يدعو الإنسان بصورة عامة أن يكون فاعل في مجتمعه، في علاقاته مع البشر، صاحب رسالة وتشارك مع الله في العالم. فمنذ أن خلق الإنسان، الله خلق الإنسان في البداية، بنلاقي أنه في القصة في تكوين واحد بيحكي على أنه هذا الإنسان يتشارك مع الله في إعمار العالم، تغيير العالم، إثمار، إكسار، وهكذا. فبالتالي أنا مفهومي عن هذا الخلاص ومفهومي عن هذه الإرسالية اللي ادهاني الله من هذه الرسالة ومن وراها من الأمور الموجودة في الكتاب المقدس هي رسالة خلاص شامل، رسالة تفاعل مع المجتمع، رسالة تشارك مع المجتمع، مش رسالة انسحاب من المجتمع، ولا رسالة انعزال عن المجتمع، ولا أي نوع من أنواع الانسحاب. لكن أنا رقم واحد لابد أن أنا فاهم أنه أنا والله عاملان في تغيير العالم، أنا وإخواتي كمجموعة محتاجين نغير ده. فبالتالي ده يدفعني إلى قراءة المجتمع. زي ما حضرتك قلت، المجتمع بتاعنا مليان ببعض القضايا. الكتاب المقدس بيعلمني إن أنا عندي قيم معينة تدفعني إن أنا أتفاعل مع هذه الأمور. واحدة منها قيمة العدالة الاجتماعية. عندنا بعض الأشخاص المهمشين والمستبعدين والفقراء والمعزولين عن المجتمع. إزاي يكون الدعوة والإرسالية بتاعتي لخلاص الناس ديت من الفقر، من الجهل، من المرض، من المشكلات المختلفة؟ إزاي يكون ليا دور كمؤسسة دينية وكراجل مسيحي موجود في المجتمع أن أنا أكون إنسان أغير المجتمع، أصلح المجتمع، ملح ونور لهذا المجتمع، المفهوم الأوسع للملح والنور والإرسالية؟ فأنا إرساليتي مش بس تحويل الناس من 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 أديان أخرى إلى المسيحية النمطية بشكلي أنا المسيحي، يكونوا نسخ كربونية مني، لكن تحويل الملكوت بتاع الله الشامل الجامع لكل الناس للمجتمع. عاوز أقول كمان أنه تحرير الناس من الخوف ومن الجهل، وده حاجة مهمة جدا. أنا في مجتمع بيخاف ويكبت، وفي داخل حتى الكنيسة يكبت الحريات. يعني لسه كانت مداخلة الأستاذ جورج من أول في بداية الحلقة بيتكلم أن أنا أول ما أشوف حد بيفكر في الكنيسة أبدأ أنمطه، يا إما ده هرتوكي، يا إما ملحد، يا إما مش عارف إيه. أنا لا، مهمتي وإرساليتي إنه الناس تتعلم، تتفتح، تستنير، شجع مساحات للحوار، مساحات للإبداع، مساحات للتفكير في أمور مختلفة. ممكن ما يكونش عندي حلول للأزمات الاقتصادية، لكن لازم أفتح مساحة للحوار، مساحة للإبداع في حلول غير نمطية، وهكذا.
لو انا بحكي مثلا عن فكره العلاقات مع الناس في المجتمع، في بعض الاحيان حسينا انه من كتر الاصوليه اللي بدات تغزينا والاتجاهات اللي فينا بنشوف انه العالم اللي حوالينا او اللي بيحيط بينا كانهم بيحاربونا واحنا مستهدفين واحنا مش عارف ايه واحنا ايه، بدانا ننعزل وبدانا ناخد جوه اسوار الكنيسه وما عادش عندنا نوع من انواع الاندماج والتعايش. كنا زمان اكثر تعايشا مع المجتمع ومع الناس الموجوده في المجتمع، النهارده بدانا نرجع لورا. لا، دوري في رسالتي وارساليتي كخلاص من الناس للخروج خارج اسوار الكنيسه انه يبقى في انفتاح على الاخر وفي انفتاح على الناس وبعضها على بعض. يعني انت بتقول احد التطبيقات العمليه هو الانفتاح على الاخر بطرق مختلفة. ومتعدده وفي بناء الوطن، بهدف بناء الوطن. هل 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 يصلح ان احنا دلوقتي لو احنا رصدنا العظات اللي في الكنائس ده اللي كنت هقول باستمرار ودرس الكتاب كله منصب على ان الكتاب المقدس كتاب اخلاقي وخليكم كويسين وهادين ومحبين وكذا وكذا، كل العظات يعني مش عايز اعمم لان التعميم خطا يعني، لكن الغالبيه العظمى تنصب على الجانب الاخلاقي وتفسير الكتاب اخلاقيا وكأن ما فيش قضايا أخرى في المجتمع، هي برضو تمس الأخلاق من بعيد لكن مش بنركز عليها تركيز كامل. فممكن تكلمنا في الحكاية دي؟ الحقيقة كنت يعني أقول لحضرتك قلته حالا أن احنا ركزنا بس على الجانب النظري وحتى مفهوم الخلاص عندنا خليناه مفهوم غيبي. يعني الخلاص هو يعني امر تختبره في فيما بعد في الحياه الابديه، الخلاص بالمعنى وركزنا والعظات بتاعتنا ركزت على ده. لكن انا بشوف انه المسيح وده واضح جدا في الاناجيل كان بينظر للانسان نظره متكامله كل احتياجات الانسان ككل. عشان كده المسيح اشبع الجياع، المسيح شفى المرضى، المسيح علم تعاليم تحرر الإنسان وتعاليم كانت ثورية بالنسبة للحاجات اللي الناس كانت متعودة عليها. المسيح كان قوي وحاسم مع الناس اللي فاكرين نفسهم فاهمين ورجال الدين، وكان طيب جدا ومتعاطف جدا مع الناس المهمشين والمرفوضين في المجتمع. فاحنا محتاجين نتعلم من المسيح ان احنا ننظر للانسان نظره متكامله، ولو احنا ككنيسه نظرنا للانسان نظره متكامله هنفهم انه الخلاص هو برضو معنى متكامل، خلاص يشمل كل احتياجات الانسان. لو انسان مقهور فخلاصه هو انه يخرج بره القهر بتاعه وان يكون عنده قدره انه يعبر عن نفسه. فيجب ان احنا ننظر هذه النظرة اللي بتحترم كل احتياجات الانسان احنا ونعلنها احنا بصينا بس على الاحتياجات الروحية، انت خاطي وبتغلط كل يوم، انت محتاج تتوب ومحتاج ترجع عن خطاياك، لكن طبعا في احتياجات تانية المفروض انه نحن نخاطب هذه الاحتياجات ونهتم بيها ككنيسة، لانه معنى الخلاص واسع جدا والمسيح كان بينظر للانسان نظرة متكاملة من كل الجوانب. يعني نقدر يا أبونا كميل ان احنا توقف حضرتك توعظ وتقول للناس ان يوسف ابن يعقوب هو الذي فرعن الفرعون، هو اللي باع الناس لفرعون، ولما جت سنوات الجوع قال لهم تبيعوا ولادكم عبيد وتبيعوا ارضكم ويبقى فرعون هو مالك هذه الارض، ودي هو صاحب اول فكره للاستعباد. نقدر نقول كده على يوسف؟ نستزعل صدق او لا تصدق، اتفضل. انا قلت الكلام ده. طب عظيم. قلت انه يوسف وضع كل البلد. انا بقى طب قبل ما انت تكمل انا بقول ليه كده، بقول ايه هي قراءة مختلفة للكتاب، كيف نقرأ الكتاب من وجهة نظر مختلفة عن التقليدية اللي تعودنا عليها. في النقطة دي بالذات يا دكتور أنا قلتها، يوسف وضع كل مصر أراضيها والبشر بين أيدي فرعون والبهائم، سلمها له بالظبط ووصلوا للنظام ده.
لكن لو نرجع بقى كنا نقطة انطلاقنا كانت الخلاص. الخلاص مفهوم الخلاص. مفهوم الخلاص. أنا بقراءتي ودراستي للكتاب المقدس أحط تحت خلاص هو تخليص الإنسان من كل عائق يحول دون علاقة سوية بينه وبين الله وبينه وبين الآخر. ده تعريف لي. وحط تحتها اللي انت عاوز تحط. طيب بينه وبين الله اعلى ولا بين الاخر اوطى ولا على نفس المستوى نفس المقاييس؟ لا تستقيم الا اذا كانت على نفس المستوى. اوكي. اي يعني انا جرت على حق الله اجرمت، جرت على حق الاسيس ايميل نفس الجرم وبنفس الدرجه. لانه نعرف انه القيم لا تتجزا. ايوه ما اقدرش يعني تبقى نسبيه هنا واكتر هنا شويه وهنا اقل شويه. فلا يعني هذه النوعيه من القراءه محتاجينها. ايوه بس زي ما كان بيقول الاسيس رامي يعني من يتجرأ فينا ويعلنها فهو مطرود من جنه الخلد. طيب احنا بفضلنا 4 دقايق كل واحد يقول في دقيقه يلخص اللي هو عايز يقوله في دقيقة. وطبعا انتوا عندكم القدرات دي، انتوا قيادات من زمان وبتقودوا الناس في الكنائس وبتعلموهم وفلاسفة فهذا كل واحد هيقدر يلخص في دقيقة واحدة اللي هو عايز الرسالة اللي عايز يقولها. اتفضل. انا عاوز اقول انه التجديد وتجديد الفكر في قراية النص الديني وابعاد جديدة هو في ايدين الكنيسة في الوقت الحالي، في ايدين شعب الكنيسة، في ايدين مؤسسات الكنيسة، في ايدين مؤسسات الاعلام الديني المسيحي، في ايدين كل انسان قادر انه يغير. فبالتالي هي مسؤولية علينا كلنا، حتى لو كان في بعض الناس تحاول قمع التفكير وقمع التجديد وقمع التواصل مع المجتمع، لكن دي رسالتنا ودي ارساليتنا للعالم. انا عايز اقول انه موحى به معناه ببساطة الله هو مصدر الكتاب. مش معناه ان احنا نحط نظريات كتيرة على الكلمة، لكن خلونا نرجع لبساطة الكلمة، وخلونا نرجع زي ما بيقولوا كده علماء التفسير ما يسمى بمعطى الوحي. معطى الوحي يعني الوحي قبل تراكم النظريات والتفسيرات اللي مرات كتيرة خدته بعيد. فاحنا محتاجين نرجع لبساطة انجيل المسيح مرة تانية، محتاجين نرجع لمعطى الوحي أو الوحي في بساطته قبل تراكم النظريات عليه. حاجة تانية أنه الكتاب معصوم من ناحية هدفه، لأنه هدفه هو المسيح، والكتاب لم يضل الهدف لكن حقق الهدف. الكتاب له سلطة، مش من ناحية العلمية والاقتصادية والحاجات دي، لكن سلطة الكتاب في أنه قدم لينا المسيح، وده اللي بيخلي الكتاب ليه قيمة وليه معنى. لكن كلمتي الأخيرة، وده نداء يعني احنا بنشوف كرعاة نبرة التخوين المنتشرة الأيام دي في أي واحد يجيب فكرة جديدة، أي واحد يطرح تفسير جديد. ليه ما بنصدقش الناس؟ يعني ليه أول ما حد يقول فكرة جديدة نعتبره ان هو قابض دولارات او ان هو عميل لهيئات او ان هو ما يمكن دي فكرته؟ دي فرصه اتفضل عشان نلحق ابونا كميل. تعرفون الحق، الحق يحرر. والحق يحرركم. هللويا. الحق هو الله. والله اسمى واشمل من الكتاب المقدس. كل ما هو في الكتاب موحى به، لكن ليس كل ما أوحي موجود في الكتاب المقدس. نوسع دائرة الأفق، نوسع دائرة أفقنا ونظرتنا. عظيم. يبقى عزيزي المشاهد، احنا دلوقتي عندنا 3 حاجات من خلالها نقدر نقول انه يقدر المؤمنين وتقدر الكنيسة انها تغير وجه المجتمع المصري. أول حاجة هي أن تجديد
أن تجديد الفكر هو مسؤولية الكنيسة. تجديد الفكر مش في مصر بس، لكن في كل الوطن العربي، وإحنا عارفين أنه أكبر كنيسة أو أكبر عدد للمسيحيين في كل الشرق الأوسط هم مسيحيو الشرق الأوسط. وبكده إحنا في هذا البرنامج وفي هذه الحلقة بالذات وكسات سيفن بنضع مسؤولية تجديد الفكر الديني وتفسير الكتاب المقدس، تفسير يلمس مشاكل الناس، ده مسؤولية الكنيسة قلبا وقالبا. الحاجة الثانية العودة إلى بساطة إنجيل المسيح وقبول الأفكار الجديدة. والشيء الأخير، تعرفون الحق والحق يحرركم. نشكر حضرات الضيوف وأبونا كميل، نشكرك شكرا جزيلا، والأسيس إميل شكرا جزيلا، والأسيس رامي شكرا جزيلا. إلى اللقاء عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من جسور.